مكملين مع بعض حفظ سورة آل عمران، وصلنا للحلقة رقم 17 من سورة آل عمران. لو حابب تحفظ معانا هات مصحفك واحفظ معايا، تقرأ معايا وتسمع معايا. هتفتح مصحفك على سورة آل عمران الآية رقم 49، تعلي صوتك وتحفظ مصحفك وتركز معايا، يلا بينا. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى 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 بإذن الله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 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 وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 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 وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن شاء الله نسمع الآية دي 5 مرات ونجيب من أول ربع إن الله اصطفى كمان مرة وكمان لو حابب تسمع معايا مباشر على اليوتيوب أو تبعت تسجيلك على التليجرام لو سمعت معايا مباشر لازم تسمع من أول الربع على التليجرام ولازم تسمع من أول الصورة عشان ما ننساهاش أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يثبته في صدوركم والسلام عليكم.